والآن مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد. جولة في المال وفي أخبار المال والأعمال، وليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم يوسف ونهى، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو يبلغ 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025. وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في عام 2024، ليزيد إلى 4.7% في عام 2025. أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في عام 2023 و 3.3% في عام 2024 و 3% في عام 2025. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا قد ارتفعت إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار في عام 2021، بنسبة ارتفاع تقدر ب 10.9%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021. في هذه الأثناء أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22% لتسجل 262 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20% من إجمالي صادرات الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022، وبقيمة بلغت 823 مليون دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار. استقبل ميناء سفاج البحري أمس سفينة محملة بنحو 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن إلى 5000 رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة ب 12000 رأس. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلة الضخ في الأسواق، فضلا عن إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بدعم من تعهدات السعودية المفاجئة هذا الأسبوع بمزيد من خفض الإنتاج، والتي بددت تأثير بيانات صينية ضعيفة وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 76 دولارا و65 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 72 دولار و11 سنتا للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 94% لتصل إلى $2.39 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل $2.32 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت الجمارك الصينية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو إلى أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير من عام 2022، وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 20.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار. وأصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا، علما بأن الصادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فرضت عليها ردا على الهجوم على أوكرانيا.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف عبدين ونهى توفيق لمتابعة النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.